ادي بقى بص التركيبه بتاعت الميديا البربيبرال ليجمنت زي ما انت شايف. شوف احنا بندق فيه جامد قوي اهو، شايف ده الفرونتال بروسس اوف ماجزيلا، دي الفرونتال بون ودي النيزر بون، ودي اللاكريمال بون ودي البوسيور لاكريمال كريست، دي الانتيريور ليفلت بتاعته اللي ورا، دي البوسيور ليفلت وده السوبيريور ارم بتاعه، يعني او ده انتيريور ارم سوبيريور ارم بوسيريور ارم زي ما انت شايف اهو، وبعدين ابر كراس ولور كراس اللي بيمشي فيهم الكاناليكيولايت، ما هو الكاناليكيولايت تمشي وتفتح هنا تمام. بص بقى في الكارت سيكشن اهو، شوف انت طالع هنا فرونتال بروسيس اوف ماكزيلا، خدت بالك ادي مكان اللاكريمال ساك والنيزو لاكريمال داكت، انت طالع هنا من فرونتال بروسيس اوف ماكزيلا وماشي كده، وادي الليفلت الورانيه طالعه على البوسيور لاكريمال كريست اهي من اللاكريمال بون اهي، وبعدين بيمشي الكراس كده يمسك التارسس اهو زي ما انت شايف في اللاترال ساك. شوف بقى عامل ازاي اهو. طب هنا وراه على طول في الديب ماسل بتاعنا اللي هي ايه الهورنرز ماسل، وبعدين البري تارسل والماسل الفريولان. طيب الكراس ماسكه مين بقى زي ما انت شايف؟ ماسكه الابر تارسس واللور تارسس تمام. طيب في حته بقى هنا لطيفه قوي، بص ده التارسس بتاعنا، التارسس بتاعنا من فوق ماسكه فيه ماسل اسمها المولرز ماسل، سبيرو تارسل ماسل اوف مولر، المفروض دي طالعه منين؟ من الاندر سيرفيس اوف ذا ليفيتور وماسكه في الابر بوردر اوف ذا تارسس. اصل دي انا هقول لك حاجه، الفولانتري تملي يعمل فتيج، يعني لو انا بفتح عيني فولانتري، طب ما انا بفتح عيني فولانتري، تعال يقدر يقول لك افتح عينك ومش عارف تفتح، بس تحاول صح؟ حريتك الشخصيه بس فولانتري تمام؟ بس لو هي فولانتري بس بعد شويه تتعب وتلاقيني عايز اقفل عيني، وبعدين لازم طول ما انا قاعد اقول ايه؟ فتح، خليني مفتح، كيب ات اوبن، كيب ات اوبن، ما بعملش كده. انا بفتح وانساها ليه؟ انا زي ما اكون برفع جاكيت واروح معلقها فوق. خلاص في علقه تشيل بقى، ما انا مش هفضل عامل ايدي كده. انا رفعتها فوق وعلقتها فوق. مين اللي بيعلقها فوق؟ المولرز. سويت ترس الماسك مولرز، دي سيمباثيك بقى. تملي النوع اللي هو الاوتونوميك السبلاي اوتونوميك نيرفس سيستم ده ما يحصلوش فتيج، انما الفلانتر يحصل له فتيج. ده الفلانتر المولرز ماسك سوير ترسل ماسك في مولر اهي تمام. اهي دي بتبقى ماسكه من اندر سيرفيس اوف زلفيتور هنا عند الويت نيل ليجمنت اللي هو فوق ده اهو السكننج ده، وماسكه هنا في الابر تارسس في الحته دي. تحت عندي واحده اسمها مولرز ماسك برضه، بس انا ما عنديش فوق الليفيتور ماسك، بتمسك هنا في الليجمنت التحتاني السكننج اللي تحت ده اللي هو اللوب وود تمام، اللي هي اكستنشن من الشيز بتاعت الفيرو ريكتس والفيرو بليك ماسك، فيرو تارسل ماسل فوق، دي ماسكه في التارسس فوق وتحت اهو زي ما انت شايف. دي الليفيتور ماسل، وادي الويتن ليجمنت، وادي الاندر سيرفيس اهو طالعه منها المولرز ماسل كده، وبعدين هنا تحت اللوب وود ليجمنت في لوب وود اهو طالع منه الفيرو تارسل ماسل في مولر. بص هنا في حاجه اسمها الكابسولو بالبيبرال فاشيا، دي اكستنشن من اللوك وود ليجامنت اللي هو التكننج اللي تحت اللي شايل الاي بول بتاعتنا تحت، واكستنشن هنا دي اللي بيسموها اللور ليد ريتراكتورز. انا عايزك تفهم القصه دي مهمه قوي، الاكسبانشن دي ذيز ار ذا لور ليد ريتراكتورز، هم دول. بص اهو هنا اهو اهو سمباثيك، بص بيقول لك ايه سمباثيك ماسل، وبعدين في ليجامنت هنا اهو اهو شايف ده، دي المجموعه دي اسمها اللور ليد ريتراكتورز اهو، شايف الليجمنت ده كابسول والبيبرال فاشيا دي، دي اسمها اللور ليد ريتراكتور. بالمناسبه اللور ليد ريتراكتورز دي هي اللي مخليه الجفن التحتاني عامل كده، ليه؟ الجلوب بيزقه كده والجرافيتي بتشده كده، في حاجه بتشده من تحت اسمها اللور ليد ريتراكتورز، ولو دي باظت ورخرخت سهل جدا الجفن ده يتقلب لجوه. ما هي لو بص لو دي ضعفت دي تمام شده كده اسمها اللور، اصل ده شغل الانتروبيوم بيعتمد على فهمك للحته دي، فهمك للحته دي ده شغل الانتروبيوم. يعني بص اهي اللور ليد عامل كده، لو الاي جسمي انا كده اللور ليد اصلا عامل كده ليه؟ لان في حاجه شداه ايديا هي اللور ليد ريتراكتورز دي تمام. هنا بيبقى في ميديال ولاترال ليجامنت شايلها كده، الاي بتزقه لبره والجرافيتي بتشده كده، وفي حاجه شداه لورا كده. لو الحاجه اللي شداه لتحت دي رخرخت ضعفت تمام، هيبقى سهل قوي ان ده المصر والبريلاند تعمل ستاند تروح عاملاه كده. بص بقى بص بص الورد الريتراكتورز دي رخراكت اهي فجت معاه، سمعت الكلام. من احسن العمليات وانجحها انك تصلح اللور ليد ده وترجعه في مكانه انك تشد مين؟ اللور ليد ريتراكتورز. دي بقى عمليات وايز الترسل فراكشرز ومش عارف ايه، انك بتروح شايل اللور ليد ريتراكتورز
شوف دي اهي، تعمله كده لو رخرخت تعمله كده، لو شد ترجعه كده مكانه تاني. ده شغل الانتروبيو بتاع اللور ليدر. ففهمك للور ليدر تراكتورز ده مهم، دي مهمه قوي. تمام، بص ادي التارسوس ودي السيرتم اوربيتال اهو زي ما انت شايف اللي احنا درسناه، وشفنا الاتاتشمنت بتاعته اهي، شوف الاتاتشمنت بتاعته تاني بوريها لك، وادي الموديفيكيشن. احنا قلنا هنا في موديفيكيشن وعكسها هنا في ايه موديفيكيشن، ما تنساش البري مارجنال ريسيس اوف ايسلاند. انا عايزك دي ترسمها كذا مره وتقولها وانت بترسمها، تقولها هنا هنطلع كده وهنا هنمشي كده وبعدين هنا هيحصل موديفيكيشن ونعمل كده وهنا هنلف حوالين الساك وبعدين هنا ننزل تاني وبعدين هنا نطلع بره المارجن. ده في طلبه وهي بتجاوبك في الشفه وتحس ان الطلبه متخيله فاتت في المكان ده قبل كده، لو انت عملت كده زي ما انا عملت كده هتحفظها بسهوله جدا. اقراها في الكتاب هتلاقي عذاب، شيء من العذاب انك تقرا القصص، انما لما تشوفها اهي عيني عينك ان هنا انت على المارجن، هنا لا انا جوه، هنا ده دخلت جوه عند بصير بصير لك ما كراش، وهنا بقى بص انا لفيت حوالين الساك وبعدين نازل وهنا طلعت بره المولر بول. خدت بالك ازاي؟ طيب تعال نشوف بقى العضله اللي بترفع الجفن، عشان نشوف العضله اللي بترفع الجفن الفوقاني نقوم نوصل للعضله اللي بتشد الجفن التحتاني بعد كده. الليفيتور ماسل، الليفيتور ماسل طالعه منين؟ من الاوربيتال ايبكس، من هنا او من هنا من ورا. شوف هي فوق سبير ريكتس على طول، تمام اهي فوقيها، حتى الاثنين ليهم نفس الايه النيرف سبلاي، وبص بينهم وبين الروف كان الفرونتال نيرف اهو بتاع. بص اهي الليفيتور ماسل فوق سبير ريكتس على طول اهي، تمام اهي بص فوقيها اوريدك، هم حتى يعملوا كومبلكس مع بعض. تمام، شوف بقى تحتيهم الاثنين، طبعا هتلاقي الاوبتيك نيرف والكونوف ماسلز وبتاع. بص هي طالعه منين الماسل الليفيتور بتاعتنا دي؟ من الاندر سيرفيس اوف ذا ليسر وينج اوف سفينويد، من الاندر اهي، من الاندر سيرفيس اوف ذا ليسر وينج اوف سفينويد، تمام، تحت من الاندر سيرفيس فتحه حته صغيره خالص وتطلع تمشي فان شيب فوق المين، فوق السويل ريكتس ماسك، تمام، وتمشي لقدام لغايه ما تقابل الليجامنت ده. بيقال ان هي بتفيوز مع السيرتم وبتنزل اكستنشن ليها بيسموه لابونيروزس، او ان هي بتخرج من السيرتم وتمسك في الليجامنت ده وتنزل تمسك في التارسس بعد كده. اهو ادي السيرتم اوربيتال، يعني هي بتمشي فوق فان شيب كده. هتلاقي في وشها السيرتم اوربيتال بس في ليجامنت اللي هو اللي انت شفته الاثنين ليجامنت ده. هنا بقى بص يظهر التندون بتاعها هنا يمسك في التارسس. ده المين انسيرشن بتاعها. الانتيريور سيرفيس اوف ذا تارسس. تمام؟ طيب التارسس وزنه تقيل. انت بتشوف لعيب رافع الاثقال لما يجي يشيل حديد تقيل، تلاقيه يشيل الحديد وتلاقيه عمال يرفع كده ويترقش وبتاع لغايه ما ينوروه النور واخدك، تروح رامي لهم الحديد على الارض، صح؟ دي تقيله قوي. فالليفيتور دي عشان تشيل الطرز هتلاقيها بتعتل، انما لا انت بتلاقي الجفن بينزل كده ويطلع كده زي ما يكون في مجرى. اصل في جزئين هنا نون فانكشنال سبورتنج، بس اخر حتتين من الانسيرشن ده بيروحوا للميديال واللاترال بالبيبرال ليجمنتس ويمسكوا فيهم، اسمها ميديال هور ولاترال هور. بالمناسبه مش هتقدر تشد الليفيتور ماسل في عمليات التوزس الا اذا قطعت التو هورنز دول، لازم توصلهم عشان تمسك الليفيتور وتشدها كده زي اللسان، تطلع معاك زي اللسان. ولازم تالت حاجه تقطعها في عمليه الليفيتور دي انك تقطع السبتم. هتعرف مين السبتم اتقطع؟ مين هيبوظ؟ او ما تبدا يفات، لازم تفتح السبتم ولازم تقطع التو ليجمنتس دول وتروح ماسك الليفيتور تقدر تشدها، والا مش هتعرف تشدها في عمليه التوس. ها؟ بلبلر لا 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 ميديال هورن ولاترال هورن بتوع الليفيتور ماسل اللي هم اخر حتتين فيها، يعني بصي ده اللاترال بلبلر ليجم، ده ميديال ليجم ما قطعهمش، ده هنا اخر حته في دي في فايبرز رايحه كده، واخر حته في دي في فايبرز رايحه كده، تمام؟ هم دول اللي لازم يتقطعوا. اخر حته في الانسيرشن ده شايفه ده؟ مكتوب عليه تندو الليفيتور، في فايبرز هنا ماشيه رايحه كده، وفي فايبرز هنا ماشي رايحه كده، دول لازم يتقصوا من هنا، دي تتقص كده ودي تتقص كده، تمام؟ بص اهو حتى اللاترال هورن اوف ذا ليفيتور فاكر استخدمناه امبارح كتير في اللاكريمال، اما قلنا هو اللي فاصل ايه الاوربيتال بارت والبيبرال بارت بتوع اللاكريمال جلاند عن بعضيهم. بص بقى ادي الحته دي لطيفه قوي، ادي السيمتوم اوربيتال وادي الفات، خدت بالك ايزوليتد هنا، تمام، عشان ما تعملش نيشن. وبعدين ادي بقى بص الليفيتور ماسل اهي، بص امشي معايا كده، تمام، شايف ده سسبنسور ليجمنت بتاعت الجلوب اللي هو الويتنين ليجمنت، بيسموه الويتنين ليجمنت او السويو سسبنسور ليجمنت بتاع الجلوب.
عنده بقى بتروح ماسكه فيه باصل ماسكه فيه تمام، وبعد كده تتحول لابونيروز. بيقال بقى ان الابونيروز ده تكمله السيبتم او هو بيرزنج ذا سيبتم وات ايفر، دي ما تختلفش معانا كتير، وهيمسك في التارسس هنا. بص الاندر سيرفيس بقى طالع منه اهي عند الحته دي اهي، شايف دي المولرز ماسل اهي ماسكه في الابر بوردر اوف ذا تارسس هنا، المولرز ماسل ماسكه في الابر بوردر اوف ذا تارسس. يبقى انت هنا ماسك فلويد من الليجمنت وغيرت اتجاهك 90 درجه ونازل على الليد هنا، تمسك في الاتيو سيرفيس وتارسس وتمسك في السكين عشان تعمل الكريه. فاضل لنا انسيرشن كمان الفورنكس، في شويه فايبرز تمسك في الفورنكس بتاع الكونجكتايف. ليه؟ عشان لما ابص فوق الكونجكتايف ما تقعش. اللي بيته طالعه منين؟ من الاندر سيرفيس اوف ذا ليسر وينج اوف السفينوي، وبتمشي فان شيبد لغايه الايه؟ الوتن الليجامنت ده، تروح مغير الاتجاه بتاعها 90 درجه وتنزل على الليد. في خمسه بقى انسيرشنز، فين هما؟ المينلي الانتيرو سيرفز وستارز والسكن اللي قصاده، وبعدين في كام هورن؟ اثنين اهو، مش عارف دول اللي دول هم دول اهو الميديال لاترال هورنز، وانت ماسك في السكن ادي اربعه وماسك هنا في الكونجنكتيف، يبقى ليها خمسه انسيرشنز. مين النيرف سبلاي بتاعها؟ سوبيرور ديفيجن اوف اوكيلو موتور ماسك اوف اوكيلو موتور نيرف، بعد ما بيعمل بيرسنج او يلف حوالين سوبيرور ريكتس ماسك. تمام؟ بالمناسبه النيوكليس بتاعت الليفيتور اخبارها ايه في السيرد نيرف؟ دي ثيرد ولا سنجل نيوكليس؟ سنجل كود على النيوكليس تدي الناحيتين بايلاترال اكوايرد في طفل صغير، اكوايرد توزس في طفل صغير، ام ار اي برين ستيم از ا ماست. مفيش حاجه تدي بايلاترال اكوايرد توزس في طفل صغير الا برين ستيم تيومر. في الكودال نيوكليس سنجل كودال نيوكليس بتدي الليفيتور في الناحيتين، اوعى تنسى دي من فضلك. السيرد نيرف اتي سنجل كود النيوكليس. تمام؟ اهو بص بقى الليفيتور جايه من ورا اهي، تمام؟ اهي وماسكه هنا قدام في التارسس وماسكه في السكين عشان تعمل لي الكريس اهو الحد ده، وادي الاندر سيرفس طلع مولرز ماسل وماسكه هنا في الاوبر فورنكس بتاع الكونجكتايفر تايم. تمام؟ اهي بص المولرز ماسل اهي ماسكه في التارسس، دي المولرز ماسل وادي الليفيتور ابونيروز اهو رايح لقدام هنا عشان يمسك بالسكين، عامل الكريس هنا اهو الحز اهو وماسك في التارسس هنا قدام. اهي شايف المولرز وادي اللي رايح على ناحيه الكريس اهي.